نفذوا عمليات سلب ونشل تحت تهديد سلاح الأبيضية، وأثاروا حالة من الهلع والرعب بين السكان في مدينة سوسة الساحلية. الوحدات الأمنية تتمكن خلال الساعات الماضية بعد حملات أمنية في الأحياء الشعبية من القبض على 24 شخصا، كلهم أطفال قصر أعمارهم لا تتجاوز 18 عاما، قاموا بسلسلة من السرقات روعت المتسكنين باستعمال أسلحة بيضاء. رئيس منطقة الأمن الوطني في سوسة المدينة أكد في تصريحات إذاعية أنه تم التعرف على هويات هؤلاء الأشخاص المتورطين من خلال استعراض كاميرات مراقبتية وبناء على شهادات المواطنين، وتم حشد العديد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة ومبالغ مالية تقدر ب10,000 دينار. الواقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. تونسيون عبروا عن صدمتهم من تفشي ظاهرة العنف والجرائم في صفوف الأطفال، في حين تساءل بعضهم عن مصيرهم والظروف والأسباب التي أدت إلى تحولهم من مجرد أطفال أبرياء إلى مجرمين خطيرين.